البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذه العواشر تكون علينا بركه مسعوده. اذا يلا حبيباتي نشارك معكم واحد الغديوه زوينه صحيه. بالنسبه للامهات اللي عندهم دراري صغار ما كياكلو لهمش البقوله، اليوم جبتكم واحد الوصفه غزيوله تقدروا ديروها في الغداء او لا ديروها في العشاء. انا غادي نتغدى بها. هي ديال البقوله. اللي ما عندهاش وليداتها، اللي عندها وليداتها ما كياكلولهاش البقوله، هذه هاد الوصفه غادي ياكلوا بها البقوله. اذا عندي هنا السلك، حنا في الشمال كنقولوا ساقه او لا السلق. اذا كنفوروه، ومن بعد كي تفور خليته تقطر، زدت قطرته يعني بالماء لانه هو كيكون كيشد الماء. شحرته في شويه الزيت البلديه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال القزبور يابس مطحون والثومه يابسه. وكي حيدتو من المقله خليته يبرد شويه، زدت له الفرماج. هنا عندي 4 ديال الفرماجات مثلثات. نتوما البنات اختاروا اي فرماج بغيتوا اللي عندكم متواجد في المنزل، ماشي بالضروره يكون بحال اللي كندير انا. دائما كنقولها لكم يعني تقدوا تبدلوا لي زاليمون. من بعد هذا عندي واحد الكاس نتاع الروز البنات. الروز فيه 4 سيريال مشروك مع لي كينوا ومجموعه ديال انواع ديال الكيلوا ديال لي سيريال. مزيون هذا، يعني هذا الروز كامل كما نقولوا حنايا. غادي نوريكم البنات الكاريت ديالو باش اللي لقاتو تشريه. ها نتوما، ها غنحل لكم هذه باش يبان لكم مزيان. ها نتوما ها البنات، شوفوه مزيان وقراوه وشوفوا الطبق اللي كيدار منه. ومكتوبو انتيغرال كينوا بلس 4 سريال، يعني فيه 4 ديال الكينوا الروز والكينوا و4 ديال السريال الاخرين. يعني هذا صحي بزاف البنات ورخيص ماشي غالي. حنا متواجد عندنا في الشمال، نتمنى حتى نتوما يكون عندكم متواجد في جميع المدن المغربيه. اذا غادي نمروا نكملوا لي زانغريديون ديالنا او المقادير ديالنا. عندي هنايا التتبيله ديال الدجاج. انا البنات راه كندير لي تيكات، واخا ما يكونوش متوفرين دوك الكحول اللي كيلصقوا، نقدو نديرو غير كويغطات ونلصقوهم بالسكوتش ماشي مشكل. المهم هو اننا ننظموا المسائل ديالنا. عندي شويه ديال الفرماج غرياغ مع الموتزاريلا محكوكين هنايا. عندي واحد المعلقه البنات ديال الجنجلة الخضر. وعندي هنايا لاصوص، لاصوص البنات. انا لاصوص هذه مطيشه فورتها وطحنتها بطيتها مزيان مع واحد الرويس ديال الثومه وواحد طريف ديال الكرافس. عندي شويه الزيت البلديه. وعندي البنات الجلبانه مسلوقه في شويه الماء والملحه والابزار وقطرتها. وعندي هنا البنات لاداند. لاداند طحنتها انا في الدار، طحنتها انا عندي في الدار باش طحنتها. طحنتها بشويه الملحه والتوابل ديال الدجاج وشويه ديال الابزار واحد القطيره ديال الحامض وشويه ديال البويرو والبصله والقزبور والمعدنوس، وطحنتهم البنات كاملين. ها هي، اذا هي اللي غادي نعمرها بالبقوله. دابا غادي نرد البنات الروز يتسلق، ومن بعد ما نكور نبدا كنكور هادو غادي نوريهم لكم البنات كي كندير الطريقه نكورها. اذا زيدوا معايا نسلقوا الروز ومن بعد نوريكم كي غادي نكورو الكويرات ديال لاداند بالبقوله. هما البنات كورت لاداند، زدت فيها ديك المعلقه ديال الجنجل الخضر حيت كيجي كروكون حيت كتاكليه، وزدت معاه شويه ديال الكغيير وكورتها. وشديت ديك البقوله كورتها حتى هي، زدت لها شويه الكغيير وكورتها. دابا غادي نخشي ديك الكويره ديال البقوله داخل الكويره ديال لاداند وغنقليها بالزيت. عاد نديرها في لو بلا مع لاصوص والجلبانه، وندردر عليها شويه ديال القزبور ومعدنوس، وندير لها شويه ديال التوابل وصافي. وندخلها الفران تقريه شويه، من بعد نخوي عليها شويه الفرماج غرياغ من الفوق وصافي وسالينا. غادي نوريكم كلشي كي درنا الطريقه كي غادي تكون. من بعد ما يطيب لنا الروز مع الكينوا كنحطو الكينوا لتحت وكنهزو المراق لاصوص مع الكويرات ديال لاداند معمرين بالبقوله، كنحطوهم فوق داك الروز وكنقدموهم وانفكو وكلا شهيه. يلا هانتوما معايا ايطاب باغ ايطاب. دابا غادي نكور هادشي، ندخل هادوك البقوله في داخل الكويرات ديال لاداند
ونقليهم نوريهم لكم. من بعد نوريكم كي غادي ندير في لو بلا ديال اللي غادي يدخلنا للفران. يلا حبيباتي ها نتوما معايا. بغيت نوريكم البنات الطريقه باش كديروا تخشيو الكويره ديال البقوله داخل الكويره ديال لادان. كديري شويه زيت بلديه ليديك وكتبزطي مزيان الكويره ديال لادان وكتدخلي فيها الكويره ديال البقوله كومسا وكتبلعي. راه البنات تري فاسيل افير، ما كانش شي حاجه واعره، حتى حاجه ما كتجينا واعره. غادي نتعلموا غير بشويه بشويه علينا. انا كنهضر مع المبتدئات اللي مازالين كيتعلموا الطبخ وكيدخلوا الكوزينه، العزيبات ديالنا طبيعه الحال الصغارات. اذا غادي نخشيو الكويره ديال البقوله مع الكيسو وندورها مزيان، نشدها مزيان فوالا، ونعاود ندورها. ها نتوما شفتوا كي كندير لها صافي. دابا غادي عاوتاني ندور هادي. انا كلشي قدامكم درتوها البنات، راه كتجي صدقوني كتجي واحد البنه ما نقولكمش. وراني انا دائما كنزيد في لي بلا ديالي شويه ديال الحار البنات. شكون بحالي اللي كيموت على الحار؟ اذا غادي ندير نبزط مزيان الكويره ديال لادان. بغيتو ديروهم صغار ديروهم كبار، لكم كامل الحريه البنات. البنات والدراري خصنا نحضروا مع الدراري، حتى هما راه كيحب كاين بعض منهم اللي كيموت على الطبخ وتبارك الله عليهم من هذا المنبر، لان الانسان خصو ضروري يبقى يدخل يعتمد على راسو، يدير لي بلا راسو بيدو، ماشي صافي يدير عزري صافي. الولد ما خصوش يدخل الكوزينه. واش الكوزينه مفروضه غير على المراه؟ لا، كاين الرجال تبارك الله. دابا انا شفتو راه لي ماستر شاف غير الرجال تبارك الله عليهم. اذا وهكذا حتى نكمل صافي البنات. انا قليت غير المقدار اللي غادي ندير. شوفوا قليت غير المقدار اللي غادي ندير في لو بلا ديالي، لي زوت غادي نديرهم في الكونجيلاتور. دابا هادو مصايبين معدلين واجدين، نديرهم في البلاستيك هاد الكونجيلاتور الخاصه بالكونجيلاتور وغادي ندخلها. حتى انا غنكون باغي ندير ان اوتر بلا عاوتاني، توحشت هاد لو بلا هذا، نقدمو مع لا سلاد ولا نقدمو في مع الروز ونجبدهم نقليهم ويكونوا عندي محضرين واجدين. حتى حاجه ما كنضيعوها، كنديروا غير قياسنا. يلا حبيباتي دابا غادي نوريكم كي غادي ندير لو بلا ديالي. راه كيجي البنات ساهل ماهل، بلا بسيط يعني ساهل رمضان، فهمتوا؟ عشيوه خفيفه. اذا غادي نخوي لاصوص ديالي، حيت انا محتاجه ديك لاصوص البنات، لان غادي نسقي بها سميتو الاخر الرز حيت غادي يتسلق. كنشد الكويرات ديالي كنحطهم هنا. صافي البنات كنحطهم هكا وكندير الجلبانه حتى هي. كنوزعها على الطبق كامل باش حتى ديك الجلبانه يدخل فيها ديك لاصوص ديال الطوماطيش. كنوزعها البنات اوف باردون على الصداع، ترى الكوزينه بلا صداع ما كتسوى والو. من بعد البنات غادي نزيد لها شويه ديال التوابل. التوابل هكذا لاصوص ماشي لان الاخرى راه منكهه، كنزيد لها لاصوص توابل خاصه بالدجاج صافي. وغادي نزيد لها شويه ديال سكينجبير غير شويه البنات غير شويه. من بعد غادي نخلطو وشويه ديال الخرقوم حيت لاصوص ما فيها والو غير مليحه. ونزيد لها شويه ديال الملحه طبعا وشويه ديال الابزار.
كتروش بزاف الملح. راه يبان لكم لو بلان مزيان البنات ياك، شويه ديال الابزار وغادي ندير لها شويه ديال الزيت بلديه غير هكا شويه باش ديك الجلبانه تطعم شويه ديال الزيت في كل شيء هكا لو بلا ديالي كامل. غادي نخلط دوك التوابل باش يبقاو يتمشاو في كامل لاصوص ديالنا باش ديك حتى ديك الجلبانه تهبط مزيان يدخلوا فيها التوابل مزيان. صافي وغادي نحطوا نردوا عاوتاني لو بلاكم كيف كان كيف كان لو بلا ديالنا بريزونتي. وغادي ندير له شويه ديال القزبر ومعدنوس معلقه هنا ديال القزبر ومعدنوس. اذا البنات دابا غادي ندخلوا الفور يطيب، من بعد كيقرب يطيب يعني يطيب يوجد غادي ندير له شويه الفرماج وغادي نخليه يدوب عليه وغادي نخرجه. يلا حبيباتي كي غادي يوجد لو بلا غادي نوري لكم كي غادي نقدمه. وها هو الطبق ديالنا وجد صحاباتي الحبيبات ديالي، كيشهي غزال مزوينته. وهذا الرز مع ربعة ديال السريال الرز الكامل. وهذا لو بلا ديالنا غزي وراه مازال سخون البنات استناو مازال سخون ما قديتلوش ضروري خصني نوريه لكم قريب. ها انتم البنات شوفوا كي جا غزال كويره ديري مع لاصوص والجلبانه. ودابا غادي نسقي به الرز ديالي لو بلا اللي غادي ناكل البنات. انسان كيهز شحال غادي يقدر ياكل مع لو فرماج ديالو كيجي بنين البنات. وكنحطوه كومسا كنقدموه بجليبينه هكذا البنات صدقوني راه كيجي غزال والف صحه وهنا. تاكلوا الرز مع الجليبينات ومع كروكيطات ديال الدجاج ديال لادانتو البقوله وبصحه والراحه البنات. ونتمنى انكم حتى نتوما تجربوها البنات راه غزاله كتحمق راه مازال الباخ طالعين. ها نتوما البنات ها لو بلا ديالي. يلا بصحه والراحه وبالسلامه عليكم واكله شهيه. نتمنى انها تعجبكم وترقكم. يلا حبيبتي مع السلامه الى فيديو القادم ان شاء الله.